فيروس زيكا يعود مجددا ليهدد دول امريكا اللاتينيه والعالم المزيد في تقرير ربيع العدوان ينتشر فيروس زيكا في دول امريكا اللاتينيه بمعدلات خطيره وهو ما دفع الجهات الصحيه في اكثر من عشرين دوله بالمنطقه الى اصدار تحذيرات بسبب مخاوف من ان يكون الفيروس وراء الزياده الكبيره في اعداد حالات ولاده اطفال برؤوس صغيره الحجم المرض الذي يصيب الجهاز العصبي للاطفال المولودين حديثا لامهات مصابات بالفيروس في البرازيل بشكل رئيسي وشكل عنوانا رئيسيا في العالم اليوم ويعتبر الانتشار السريع لفيروس زيكا الاحدث في سلسله انتشار امراض فيروسيه ينقلها البعوض في منطقه النصف الغربي للكره الارضيه خلال السنوات العشرين الاخيره. المرض ياتي في مرتبه تلي حمى الضنك وفيروس غرب النيل، لكن على نقيض بعض الفيروسات الاخرى لا يوجد اي مصل للوقايه من فيروس زيكا حتى يومنا هذا. وينصح الاطباء بتجنب لسعات البعوض قدر الامكان وتوصي مراكز السيطره على الامراض والوقايه في الولايات المتحده بتغطيه الجلد المكشوف بدهانات طارده للبعوض مصنوعه من مواد خضعت لتجارب عده وثبتت فعاليتها كما ينصح بارتداء سراويل طويله وفضفاضه واكمام طويله اضافه الى اشتراط ان تكون الملابس سميكه على نحو يحمي الشخص من لسعات البعوض والنوم في اماكن مغلقه الابواب ونوافذ محكمة الأقفال فضلا عن الشبكات السلكية للنوافذ التي تحمي من دخول البعوض. ما بُحث اليوم كحل لانتقال الأمراض وانتشارها هو مقترح الاستعانة بحشرات معدلة وراثيا لتوليد بعوض عقيم يحد من تكاثر البعوض وانتشاره، إلا أن المقترح لا يزال مثار جدل بين العلماء والمختصين لما قد يحمله من تداعيات على الطبيعة.